عودة معكم مشاهدينا من جديد عبل ما يجهز الاتصال إن شاء الله. خلونا ننتقل إلى فقرتنا الأخرى للحديث عن أحد الأمراض اللي بتصيب الأشخاص يعني بشكل كبير وبيعانوا أيضا من آلام بالإضافة لظهور الأوردة الملتوية على الجلد. والجهل بهذا المرض طبعا أكيد بيشكل أو بيؤدي إلى نتائج سلبية على الشخص نفسه. خلينا نتعرف أكثر على مرض الدوالي مع الاستشاري أخصائي والجلدية والتجميل اللي هو الدكتور سلمان السعد. أهلا وسهلا فيك دكتور سلمان. فيك. يا هلا والله. دكتور سلمان بالبداية خلينا نتكلم عن اللي هو مرض الدوالي، نبي نعرف إيش هو وإيش بالضبط يعني بيحصل داخل جسم الإنسان عندما يظهر هذا المرض. أول شيء رحب فيكم ورحب في الشهادة المساهدين. الدوالي بشكل عام هي مرض يصيب الأوردة اللي تنقل الدم إلى القلب. نعم. عند بعض الأشخاص قابلية جينية لظهور الدوالي. متى تبدأ معهم؟ تبدأ معهم إذا صار في زيادة في الوزن أو مثلا في الحمل، تبدأ عملية ضغط مباشر على الأوردة، يبدأ الابتعاد الصمامات عن بعضها البعض ويبدأ ظهور الدوالي. فإذا الدوالي تبدأ عادة بقابلية جينية فتكثر في عائلات معينة مثلا لأن عندهم الجين اللي يسبب ظهور الدوالي. يعني ممكن تكون وراثية؟ وراثية في السبب الرئيسي الأول لها. نعم. ممتاز. طب دكتور لو بنتحدث عن أنواع الدوالي، ممكن في دوالي تظهر على الساقين، ممكن أيضا على المريء، فلو تحدثنا أكثر عن هذا الأنواع. طبعا في أي وريد ممكن يصاب بالدوالي، إذا في صار في عملية انسداد للمجرى أو ضغط على المجرى حيصير في دوالي، فممكن الدوالي تكون في الساقين، ممكن الدوالي تكون في اليدين، ممكن الدوالي تكون في الصدر أو في البطن، ممكن بعض الدوالي تكون داخلية حوالين الكبد، فهذه كلها أو حوالين الرحم، هذه كلها من الدوالي، أنواعها تختلف بحسب المكان والمسبب، وعلاجاتها تختلف بحسب المكان والسبب. نعم، طيب إيش الأكثر انتشاراً بينهم؟ طبعاً سواء الدوالي الساقين هي الأكثر انتشاراً في لأنه طبيعة الإنسان عادة الوقوف، زيادة الوزن، الحمل عند النساء، الهرمونات، هذه كلها عوامل تسبب تسارع ظهور الدوالي. يعني هذه كلها من أسباب ظهور الدوالي الساقين. طيب إيش مثلاً أسباب ظهور الدوالي الأخرى مثلاً زي المريء؟ يعني أكيد بتكون الأسباب مختلفة عن الساقين. إذا ما يكون في انسداد في المجرى طبيعي للدم يكون تطلع الدوالي، سواء انسداد في المجرى اللي يطلع من الكبد ورايح إلى الرئة أو انسداد في الأوردة اللي حوالين المعدة فتطلع الدوالي. هي مجرد انسداد المجرى بعملية ضغط مباشر على الوريد فيتوسع فيصير عملية الدوالي. نعم جميل. طب دكتور سلمان أيضا لو بنتحدث عن أشكال الدوالي أكيد يعني في مستويات أو مراحل معينة سواء كان دوالي الساقين أو غيرها، إيش الأعراض تقسيمات دوالي الساقين تتقسم إلى 6 درجات. تبدأ بدرجة بسيطة اللي هي شعيرات دموية حمراء خفيفة أغلب الناس ما ينتبهون لها. بعدين تبدأ دوالي أكبر منها من 1 ملي إلى 3 ملي. تبدأ بعض الناس خصوصا الحريصين على مظهرهم يلاحظونها. في الدرجة الثالثة نبدأ عاد نشوف الآلام، نبدأ نحس بالثقل في الرجول، تبدأ الدوالي عملية مرضية أكثر من أنها شكلية، فتبدأ تأثيرها على حياة الشخص، على عمله، على وظيفته في الدرجة الثالثة. ثم بعد كده تبدأ الدرجة الثالثة اللي معاهم تقرحات، أو الدرجة الرابعة اللي تكون تقرحات تشافت، أو الدرجة الخامسة اللي تكون توسعات كبيرة في الدوالي. جميل، وهذا ممكن أخطر مرحلة. هذه أخطر مرحلة. جميل جدا، أستأذن منك دكتور سلمان وكذلك أستأذن من المشاهدين، خلونا نطلع في فاصل ونرجع معكم. عودة معكم مشاهدينا من جديد، طبعا قاعدين نتحدث عن الدوالي مع الاستشاري سلمان السعد. اهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. هلا والله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن اشكال اللي هو الدوالي او المستويات. طيب في بعض الناس تظهر عليهم مثلا الاشكال احيانا شعيرات زرقاء احيانا حمراء، صحيح؟ يعني هل في يعني اشكال معينه؟ صحيح، هي على حسب مكانها في الجلد، كل ما كانت سطحيه كل ما كان انعكاس اللون احمر عشان تطلع لونها احمر، كل ما كانت عميقه او اكبر حجما انعكاس الضوء خلال الجلد يتحول من اللون الأحمر إلى لون أخضر أو لون ألوان غامقة. فهي تدرجاتها اللونية تعتمد على مكانها بالضبط. مثلا في الوجه نشوف غالبا يا اللون الأحمر أو اللون الأخضر، في الرجلين ممكن نشوف عدة ألوان. ممتاز. طيب دكتور لو نتحدث أيضا عن التشخيص، متى يستلزم التشخيص وإيش هي المراحل أو العوامل اللي بتكون في أثناء مرحلة التشخيص؟ احنا ننصح دائما المرضى اللي يكون عندهم تاريخ مرضي في العائلة بمرض الدوالي بالحرص على الفحص مبكر.
مجرد ظهور الشعيرات الدموية إذا العائلة عندها تاريخ قوي في الدوالي يستلزم الفحص المبكر. شيء ثاني، إذا كان في عوارض من ناحية الثقل، آلام خصوصا في نهاية اليوم، يفضل عمل أشعة والتأكد من الأوردة الرئيسية اللي ما تتشاف بالعين، لأنه هذه ممكن تسوي أثر عكسي وترتجع الدوالي إلى ما تطلع على السطح. إحنا نبغى نعالجها قبل لا توصل لمرحلة السطح. صحيح، جميل جدا. طب دكتور، مين اللي بيصاب بالدوالي بشكل أكبر؟ دائما بيقولوا النساء أكثر إصابة من الرجال، هل صحيح؟ النساء عندهم عوامل أكثر من الرجال، يعني لو أخذنا شخصين من عائلة واحدة الجينات تكون قاربة. المرأة بطبيعة الحمل، طبيعة الهرمونات اللي تتغير كل شهر، تسبب ارتخاء في جدران الأوردة الدموية، فتطلع عندهم دوالي أسرع وأكثر من الرجال. ممتاز. طب هل الدوالي يعني خطيرة على الإنسان إذا ما عافاها؟ يعني إيش ممكن تسبب؟ إيش مدى خطورتها؟ برضو البعض بيقول إنها ممكن تسبب جلطات، هذا الكلام صحيح؟ طيب، الدوالي بشكل عام ما هو مرض يعيق الإنسان عن حياته إلا إذا وصلنا للمرحلة السادسة، المرحلة متقدمة جدا. نعم. المرحلة اللي فيها تقرحات. طبعا سابقا كانت أنواع الجراحات الموجودة للعلاج الدوالي تستلزم بعض المرضى ممكن إنه يقول ليتني ما عالجتها. ليش؟ إيش ممكن تسبب؟ لأنه كانت عملية جراحية كاملة، تخدير كامل، عملية نزع للوريد الرئيسي بشكل كامل، وبعدين يجلس أسبوعين في المستشفى ويتعب فيها. فهذه بعض المرضى ما يحبون يخشون في الموضوع هذا. احنا دائما نقول للمرضى تعالوا عالجوا بدري. السبب الرئيسي ما نبغى نوصل لمرحلة انه ما نقدر، العلاجات الجديدة الحديثة ما تقدر تعالجهم فيها. فاذا ما هي خطير على حياتهم. بالنسبة للجلطات، في انواع من الجلطات، في جلطات سطحية انه نفس الوريد اللي فيه دوالي ممكن يصير فيه جلطة، لكن مفهوم الجلطة العام اللي هو الجلطة الدماغية، الجلطة اللي في القلب او الجلطة العميقة، ما هي في الدوالي، هذه يكون في الاوردة العميقة جدا. ممتاز جدا. طبعا انا عندي كمان سؤال فضولي، ايش الفرق بين الدوالي والالتهابات الاوردة؟ التهابات الاوردة ممكن تشمل الاوردة والشرايين، يعني في فرق يعني. الدوالي مجرد توسع المجرى بحيث ان الدم ما ياخذ دورة كاملة الى القلب، فكل دورة دموية جزء منها يبقى تحت في الرجول، في هذه الدوالي. ممتاز. طب احنا، انت ذكرت ايضا موضوع اللي هو اساليب العلاج، انه كان فيه اتوقع زمان كانت اساليب مختلفة عن الان، فاذا ممكن تشرح لنا بعض هذه الاساليب. طبعا سابقا نتكلم على 20-25 سنة كان الجراحة هي الحل الوحيد، انه اي وريد يصاب بدوالي انه يخضع المريض لعملية جراحية ويزال الوريد. الان هذه الخيارات تكون محدودة للناس اللي هم أقل من 10%. الخيارات الآن الموجودة سواء حقن الدوالي بمادة تصلبها أو باستخدام الليزر، سواء الليزر السطحي أو الليزر قسطرة الليزر. هذه العلاجات ساعدت 90% من الناس بتجنب العمليات الجراحية، صار العلاج جدا سهل بحيث أنهم يقدرون يرجعون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي بعد الجلسة مباشرة. طب هل بيتعرضوا مثلا أو بيحطوا لهم تخدير موضعي أو تخدير كامل؟ في الجراحية أعتقد كان تخدير كامل. صحيح. العمليات الجراحية تحتاج تخدير كامل، تحتاج أن المريض يبقى في المستشفى لمدة أسبوعين، ما يقدر يرجع يمارس حياته. الطرق الحديثة كلها تساعد المريض على أنه يستعيد حياته بمجرد انتهاء الجلسة العلاجية. التخدير طبعا يكون موضعي، هذا في حالة قسطرة الليزر. الحقن ما يحتاج له تخدير. ممتاز. كمان في أعتقد من الأساليب العلاجية اللي هو بالجوارب، كان هذا مدري يستخدم زمان أو إلى الآن ما يزال يستخدم؟ سؤال ممتاز. الجوارب بشكل عام تعطينا دعم خارجي للأوردة. لما نتكلم على الوريد يتوسع لما يوصل مرحلة الدوالي، الجورب من برا يعطينا دعم. أيوه. فيحافظ على تماسك الوريد. ما هي علاج، هي محافظة. مجرد محافظة لكن ما يؤدي إلى علاج. صحيح. يعني نطلبها من المرضى عادة حتى لو بعد جلسات العلاج في مواقف معينة ما تكون ما يقدر يتحرك فيها المريض براحته، مثلا في السفر سواء بالسيارة أو الطيارة، أو الوقوف طويلا مثلا إذا أحد مثلا طبيعة عمله الوقوف طويلا، أو مثلا بيصلي تراويح، فالضغط يزيد على الأوردة، فنلبس الشرابات علشان يصير في دعم للأوردة بحيث أن الدوالي ما تتطور. جميل جدا. طب دكتور كمان، إيش رأيك بالناس اللي بعضهم بيلجأوا للعلاجات أو الأساليب الطبية أو نقول الطبيعية عفوا، زي مثلا بعض الزيوت، زي أعتقد خل التفاح، العسل والبصل وهذه الأشياء، إيش رأيك فيها؟ إحنا من نعم الله علينا أنه الجلد يحمينا. نعم. لا يسمح باختراق أي مادة خلال الجلد. أيه. وهذا شيء مفهوم كل الناس. نعم.
فالمواد اللي تنحط على الجلد ما حتدخل عميقا للأوردة علشان تصلحها، هذا واحد. الشيء الثاني الأشياء الخارجية ما حتعالج الضغط اللي جاي السبب رئيسي من الداخل. في بعض العلاجات زي الحبوب ممكن تخفف بس ما تعالج الدوالي، يعني تسكن آلام، ممكن تخفف الآلام لكن لما الوريد نفسه يتوسع لمرحلة أنه ما عاد يرجع الوضع الطبيعي لازم يتعالج. نعم صحيح، يعني ما منها فائدة اللي هي العلاجات الطبيعية، ما ننصح فيها. جميل. طيب دكتور، مثلا لو أحد كان مصاب بالدوالي وبعدين تعالج سواء بأي أسلوب علاجي، هل ممكن يرجع له من جديد؟ طيب سؤال ممتاز لأنه نسأله كثير. الأوردة اللي تعالجت ما ترجع، حتى لو مثلا كان طبيعة مهنته بيوقف بشكل كبير جدا أو تعرض مثلا زيادة في الوزن وغيرها. أنا دائما أقول للمرضى لو ناخذ صورة كاملة للأوردة، في أوردة مصابة بالدوالي وأوردة سليمة وأوردة في الطريق. نعم. الأوردة اللي عالجناها ما ترجع. نتكلم على الأوردة السليمة والأوردة اللي في الطريق، نبي نحافظ عليهم علشان ما يرجعون. نعلم المرضى كيف يتعاملون مع حياتهم بطريقة مختلفة، انه يلبسوا الجوارب باستمرار اذا كان حيوقف او حيشيل وزن او حي خلال الحمل. نعم. لما يلبسون الجوارب تساعد في تقليل ظهور الدوالي، لانه هو اساسا عنده قابليه جينيه. جميل. احنا ما حنغير الجينات، احنا حنعالج المصابه ونحافظ على السليم. طيب ممتاز جدا. طيب دكتور، الحين كمان عندنا هنا لقطات في اشكال الدوالي ممكن تعرض على الشاشه، خلينا نشوفها بعض اللقطات للدوالي، حابين تشرح لنا اكثر عليها. مثلاً هذه للساقين يعتبر طبعاً. نعم، هذه دوالي الساقين، هذه تعتبر من المرحلة الثالثة اللي تكون كبيرة وفيها ثقل. نعم. هذه يعني مرحلة خطيرة تعتبر. متقدمة. أوكي. في صور كمان ثانية عندنا. طبعاً هنا طالع اللون الأزرق بشكل أكبر. هنا بالأحمر. هذه تكون سطحية. هذه تكون مهم جداً أن نعرف هل الأوردة اللي تحتها تغذيها ولا لا. يعني بعض الدكاترة يحرص على أنه يعالجهم مجرد حقن من غير ما يسوي أشعة. نعم. يتفاجأ أنه تطلع أوردة ثانية وثالثة ورابعة، لأنه المصدر الرئيسي ما تقفل. أنت لما تقفل زي الشجرة، لما تشيلين فروع معينة بس تركتي ما عالجتي الأساس حتطلع فروع ثانية، نفس الحكاية. صحيح. طب هل ظهورها كمان له علاقة بعمر الإنسان؟ لا، إحنا نشوفها في كل الأعمار، نشوفها في الأطفال ونشوفها ممكن الأطفال الكبار. كمان يصاب فيها. ممكن يعني يعتبر زيادة الوزن الأطفال يؤدي إلى هذه الأشياء؟ عادة اللي في الأطفال يكون الجين قوي عندهم. نعم. فتطلع بدري. جميل جدا. طب دكتور، إيش ممكن نقول سبل الوقاية من الإصابة بالدوالي؟ سبل تأخير ظهور الدوالي. ممكن. لأنه ما حنقدر نغير أي شيء جيني في الإنسان. سبل تأخيرها طبعاً. إذا كان وراثي قصدك. أي نعم. سبل تأخيرها طبعاً التجنب الوقوف طويلاً. نعم. حتى مجرد حركة الرجلين وانت واقف العضلات تشتغل كمضخة. نعم. فتساعد في تخفيف الضغط المباشر على الأوردة، فيخف تأثير الضغط المباشر على الدوالي. رجل على رجل، الناس اللي عندهم قابلية أو ظهرت عندهم دوالي رجل على رجل تسبب ضغط مباشر على الأوردة. كيف هي دوالي رجل على رجل؟ يعني الناس اللي بيحطوا رجلهم على في الجلسة يحطوا رجل على رجل، ممكن تؤدي الدوالي. نشوفهم كثير تكون عندهم الدوالي متركزة خلف الركبة في الرجل اللي دائما يحطوها فوق لانها تكون مضغوط عليها. فننصحهم انهم يخففون من وضع الرجل على الرجل. اذا في امكانيه انهم يرفعون رجولهم، اذا انت جالسه على كرسي ترفعينها او تمدينها بحيث ان الضغط يختلف، لانه وانت جالسه ب 90 درجه كانك واقف. صحيح. من الاشياء اللي تساعد لبس الجوارب، اذا انا عارف اني بسافر 6 ساعات بالطياره او بالسياره او حوقف وقفات ما حقدر اتحرك فيها مثلا صلاه التراويح، ألبس الشراب لأنه أحتاج الدعم عشان ما تطلع عندي. صحيح. طب هل ممكن كمان التمارين الرياضية لها دور في هذا الموضوع؟ المشي جدا ممتاز للدوالي، لأن زي ما تكلمنا أنه العضلات تشتغل كمضخة تساعد في التخلص عن الدم. بعض التمارين الرياضية تزيد الدوالي زي شيل الوزن. أوكي، الأثقال. يعني لأنه أنت بتزيدي الوزن عليك والضغط حيتحول من جوات جسمك إلى أضعف منطقة اللي هي الأوردة في رجولك. لكن هل ممكن في تمارين رياضية بالعكس بتساعدني على علاج المشي الدوالي؟ هو أفضل أفضل فقط تمرين. المشي وكذا مثلا السباحة وغيرها؟ السباحة ما عندنا مشكلة لأن الجاذبية تكون مختفية. جميل جدا. طب دكتور، لو نتحدث أيضا عن الأنواع مثلا الأخرى من الدوالي زي دوالي المريء، أكيد أسبابها زي ما قلنا مختلفة، فهل ممكن مثلا عامل التدخين بيؤدي أيضا الإصابة للدوالي وهذه الأشياء؟ دوالي المريء عادة تكون أسبابها أنه في
ضغط مباشر على الأوردة. طبعا زملائنا في تخصص الجهاز الهضمي هم أكثر خبرة مننا في علاجها. عادة تكون مثلا ضغط مباشر على المجرى الدم فيرتجع الدوالي حوالين المريء. ما عندي خلفية كاملة عن الموضوع من ناحية هل التدخين سببه مباشر، بس التدخين يسبب أشياء كثيرة في الجسم. صحيح. طب إيش في مثلا أنواع الدوالي أخرى؟ إحنا دائما نسأل على الأوردة اللي تطلع في اليدين، ناس كثير بتضايقهم. هذه إيش ممكن يكون؟ هذه نوع من الدوالي، خصوصا الآن بإمكاننا نزيلها بالحقن أو بعض أنواع الليزر، قسطرة الليزر. طيب. بعض الناس بتضايق من الشعيرات الدموية اللي في الوجه أو ما يسمى الوردية بعض الناس، هذه برضو بإمكاننا إزالتها بالليزر. بعض الناس يكون عندهم في الصدر برضو تتشال بالحقن أو بالليزر. جميل جدا. طب دكتور كمان لو تعطينا نصائح للأشخاص المصابين بالدوالي. طبعا أهم نصيحة إنه الحرص دائما على الابتعاد عن السلوكيات اللي تزيد أو تساعد في تطور الدوالي، زي ما تكلمنا على الوقوف الطويل، زيادة الوزن، المريضات اللي عندهم قابلية دوالي خلال الحمل لازم يكونوا لابسين الجوارب، إذا كانوا بيسافروا سفرات طويلة حيلبسوا الجوارب، إذا عارفين أنهم حيوقفوا اليوم وقفة طويلة يفضل أنهم يلبسون الجوارب. الجوارب طبعا تختلف أنواع كثير. في منها اللي يجي على شكل بنطلون، في يجي على مستوى الفخذ، في شيء يجي على تحت الركبة. أنا أنصحهم إنه يا يأخذون اللي تحت الركبة أو اللي على شكل بنطلون، لأنه تكون أكثر عملية في لما يلبسونها، أنا ما تلف وتنزل. أغلب الناس تشتكي إنه لما نلبس الجوارب تلف وتنزل ويتبهدلون، فاللي تحت الركبة يكون مريح. الناس اللي بتأخذ هرمونات منع حمل مثلا، هذه يكون عندهم خلفيه ان الهرمون هذا ممكن يوسع الاورده او ممكن يساعد، ممكن يضرهم، ممكن يضرهم. نعم. يعني التعامل مع الحوامل ممكن يكون مختلف حتى في اساليب العلاج، حتى في اساليب العلاج. احنا ما نعالج خلال الحمل وما نعالج خلال الرضاعه الطبيعيه. يعني لازم تستنى الى النهايه، نستنى فخلال هالفتره يصيرون بس لابسين الجوارب للدعم، بعدها نبدا نعالجها. كل ما عالجت بعد الولاده والرضاعه بدري علشان الحمل اللي بعده تكون هي جاهزة أنها تقدر تحمل وتأخر حياتها. ممتاز جدا. طب دكتور سلمان حاب تقول كلمة أخيرة في هذا الموضوع؟ أنا حاب أشكركم على إتاحة الفرصة في القناة الأولى، وأعتقد أنه أهم نصيحة للمرضى الحرص على الكشف مبكرا. نعم. ومعرفة أسبابها وتجنب تطوراتها. العلاجات متوفرة، المشكلة اللي نواجهها غالبا في التأخر المرضى في الذهاب إلى الطبيب المختص للعلاج الدوالي. شكرا جزيلا لك دكتور سلمان السعد، استشاري الجلدية والتجميل وعلاج الدوالي بالليزر، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا خلونا الآن نطلع في فاصل قصير ونرجع معكم.